بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون تجد القاهرة نفسها أمام مفاضلة صعبة، وإن كانت تفضل فوز ترامب في سباق الانتخابات الأمريكية رغم أن المؤشرات ترجح فوز كلينتون. الحكومة المصرية لم تعلن تأييدها لأحد المرشحين، إلا أن هنالك انسجام واضح بين توجهات ترامب والجهود المصرية في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة مقابل فتور العلاقات مع كلينتون والرئيس الأمريكي أوباما بسبب موقفهما السلبي من ثورة 30 يونيو.